السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا كرام، اهلا وسهلا من جديد معكم اياد محمد من قناة وينكم. فيديو جديد من فيديوهات بلاد هانت المميزة. والنهاردة يا جماعة هنتكلم عن البيتل باس، اول بيتل باس نزل في اللعبة. طبعا اللعبة لسه مفتوح من يوم 27/4 او يوم 26/4، فنزل لها البيتل باس بتاعها. انا قلت ان انا هشرح البيتل باس بطريقة كويسة يا جماعة، وازاي نقدر نشحن الكوينات بتاعته. اول حاجة ده البيتل باس يا جماعة، زي ما انتم شايفين اسكناته حلوه جدا جدا جدا، كلبس وما الى ذلك، كشخصيه واد او بيت، حتى القناع بتاعه، طبعا الصوره الشخصيه، البانر ده عندك 10% زياده في الاكس بي، عندك طبعا زي ما تشوفين اهو لبس مجاني وما الى ذلك. طيب الميزه بقى يا جماعه ان انت بتاخد التوكنات اللي انت بتصرف عليها. يعني انت مثلا هو ده السيزون ده عامل تقريبا 900 توكن او 950 توكن، فانت بتاخدهم تاني عشان السيزون الجديد، يا اما تستغلها مثلا في الستور بتشتري بيه مثلا اي حاجه. زي ما انتم شايفين عندك مثلا اهو اوتفيت، بس طبعا انسيبل اونلي ان مش عارف ايه بودي تيبس، طبعا مش ظاهر اصلا، يعني فلامينجو شعر دية نظاره، عندك كمان لبس زي ما انتم شايفين اهو، تمام جميل جدا. ده التوكن ستور. التوكن ستور يا جماعه طبعا الاسعار زي ما هي ثابته، ما بتختلفش ما بين بلد الا بلد. طيب نكمل بس البيت الباس يا جماعه، نكمل البيت الباس. زي ما تشوفين يا جماعه بصراحه هي اطقم كتيره جدا جدا جدا، مجانيه يعني بفلوس لما بتشتريها، طبعا بتشتري البيت الباس، فحاجه فوق الممتازه. اللي بيكتب عليه فري يا جماعه بيبقى معروف يعني. والسيزون دخل بقى 75 يوم، 75 يوم زي ما انت شايف، حتى يعني اشكال رهيبه ورسومات وافكتات جميله جدا جدا جدا، حتى اللبس برضو جميل. ده فري برضو مجاني، وده برضو ايه 10% اكس بي بوست. طب ازاي نقدر ان احنا نجيب الطيارات دي، او ازاي نقدر نعلي المستويات دي؟ عن طريق اللعب. لما تقعد تلعب كتير، من الاخر لما تقعد تلعب كتير بيديك اكسبات. دي طبعا الايموجي زي ما انت شايف، ده اللبس بيستر، ده صورة، يا عيني لا انا هشحن السيزون، خلي بالك، بس انا هشحن البيت الباس ده، بس انا فكرة مش عايز اشحن دلوقتي بسبب ان انا لسه بفهم اللعبة اكتر، يعني مش عايز اشتري حاجة وانا لسه مش فاهمها 100%. بس هو كشحن هو الموضوع مش هيكلفني 200 جنيه او 180 جنيه، خلي بالك يعني. فهي بص يعني حتى الاطقم اللي بره، يعني انت حاول تعمل نفس الصورة اللي بره دي، والله العظيم يعني بتجرب عليها. طبعا بقى ايه اللبس الاخير، طبعا ده ليفل 100، فده اللبس الاسطوري بقى. الله 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 الله، طبعا بقى مع الصوره الشخصيه، مع كمان حلقان وما الى ذلك زي ما انت شايف. يعني والله اللعبه ممتازه بصراحه يا جماعه. طيب لو بدنا نشتري ازاي؟ بنشتري كده اهو، بنعمل مثلا بيت الباس ب 950، او مثلا بيت الباس مع 20 تايرز مره واحده. فاحنا مثلا بنقول باي ناو، هيقول لك والله انت مش معاك، تمام؟ فاحنا بنشتري 1000 كده اهو يا جماعه، بيودينا بعد كده على ستيم زي ما انتم شايفين اهو. وستيم بقى يا جماعه نقدر ان احنا نشتري منه، تمام؟ زي ما انت شايف 1000 توكن ب 10 دولار. على فكره انت ممكن 10 دولار دول يكفوك لغايه لما تزهق، يعني بمعنى صح ممكن ما تشتريش اي حاجه اصلا، تقعد تشتري سيزونات بس فقط لا غير. يعني 200 جنيه دي ممكن تقعد معاك على طول الا لو انت مدمن ستور، بس انا مش عارف ليه مش ظاهره معايا دي، وممكن تشتري الحاجات دي خلي بالك، يعني اطقم جديده وبتاع وما الى ذلك. ورايه خلي بالك لسه برضه كده هينزل نظام صناديق البوكس دي زي بابجي وما الى ذلك، فاهم ازاي؟ اللي هي تديك سكنات وما الى ذلك. لسه لحد دلوقتي برضه خلي بالك مفيش سكنات للاسلحه حاليا، سكنات بس للشخصيات، لسه ما نزلش اي سكنات للاسلحه. الله اعلم لسه هنشوف الدنيا ازاي. حتى خلي بالك الديناميكيه بتاعت اللعبه بصراحه ممتازه عجباني، حتى الفينش بتاعهم بيروح ايه يعني ماسك زور اللي قدامك كده، ان انت قتله مثلا ولا حاجه يروح يعني قتله كده بايديه ومنزل الدم كده وبيشربه، حاجه يعني بصراحه للي بيحب الاجواء دي، تمام؟ ودي خلي بالك الروم اللي انت تبقى فيها في الاول، لما بعد كده بتحدد. هنوريكم ازاي نقدر نحدد ما بين السولو للبيتر رويال وما الى ذلك. ده كان يا جماعه شرح البيتر رويال، انا حبيت اوضح لكم النقط المهمه بتاعته. طبعا يا جماعه دي التشالنج، المهمات مالناش دعوه بيها، ازاي نقدر نزود الطائرات بتاعت او المستويات بتاعت البيتل باس عن طريق ايه؟ عن طريق لعب كتير في البيتل رويال. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش اللايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعيل الجرس. سلام.